طيب نروح أخيرا لاستطلاع للرأي. عرضوا ونشروا مركز بايو الأمريكي، يرى الاستطلاع أن معظم الأمريكيين يرون أن تأثير النفوذ الدولي للولايات المتحدة في تراجع مستمر، كما يعتقدون أن المشاركة الدولية للولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. على أي أساس خرجوا بهذه النتيجة؟ التقرير بيعكس حالة التناقض في الشارع الأمريكي بين التزامات أمريكا الخارجية وعلاقتها بالعالم الخارجي، وليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى أوسع، وبين رغبة الأمريكيين في اهتمام الإدارة الأمريكية بمشاكل المتراكمة في على الساحة الداخلية وارتفاع مستوى المديونية وأشياء كثيرة تحدث اليوم على مستوى الاقتصاد الأمريكي تثير قلق ليس فقط الأمريكيين ولكن العالم كله. يعني هنا في تناقض بين الأمريكيين، هنا في الاستطلاع أغلبهم بيرى أنه دخول أمريكا بقوة في الاقتصاد العالمي بيقلل من مخاطر حدوث أزمات اقتصادية ومن مخاطر تراجع دور أمريكا في العالم. في نفس الوقت هم بيريدوا من الإدارة الأمريكية إدارة أوباما أن تركز على الشأن الداخلي أكثر. الأمر الآخر أنه 53% من الأمريكيين شايفين أنه أمريكا لديها اليوم دور أقل في التأثير في الأحداث السياسية العالمية، نسبة حوالي 56% لا يوافقون على طريقة إدارة الإدارة في إدارة ملف السياسة الخارجية بشكل عام. نعم. هناك رقم مهم في هذا الاستطلاع، 70% من الأمريكيين بيروا أن الولايات المتحدة فقدت احترام العالم. نعم. نتيجة تدخلاتها في السياسة العالمية، نتيجة مثلا تدخلاتها في سوريا وصعوبة عدم قدرتها على فرض السيناريو الخاص بها في سوريا على سبيل المثال، هذه الأمور أفقدتها ثقة العالم، مقابل 56% نسبة من 70 نزلت من 56 العام الماضي، ارتفعت نسبة عدم الثقة وعدم الاحترام إلى 70% اليوم مقابل 56 في العام الماضي. نعم.